Hello, in this part we are going to understand how to use the PowerPoint effectively to make a good and effective and efficient presentation. First of all, we need to follow a group of steps in using PowerPoint. لما بنيجي نحكي عن PowerPoint احنا مش بس بنحكي عن المحتوى اللي جوه السلايد، احنا بنحكي عن المحتوى اللي جوه السلايد وربطه في الشيء اللي احنا بدنا نحكيه، تمام؟ فهذا الشيء يا جماعه بدنا نشتغل عليه في خطوات، انا هنا مش هعلمكم كيف تستخدموا الباوربوينت نفسه وانما بدنا نحكي كيف احنا بدنا شكل البرزنتيشن يطلع بالاخر. اول ستيب بقول لك ديزايننج ذا باوربوينت سلايدز. اهم شيء لما بدنا نيجي نعمل ديزاين للسلايد بدنا نستخدم الكالرز صح. الفكره انه وفي لازم يكون كونسستنسي، يعني نفس الكالر بده يكون مستخدم في كل السلايدات من اول سلايد لاخرها، ونفس الديزاين بده يكون مستخدم في كل السلايدات. مش منطق انه كل سلايد تكون شكل مختلف عن الثاني، كل سلايد تكون الديزاين تبعها مختلف عن الثاني، تمام؟ يعني اول شيء بي كونسيستنت. شو يعني بي كونسيستنت؟ يعني نفس الشيء، نفس الكالر اللي انت بدك تستخدمه في كل السلايدات، واكيد نفس الباور الباك جراوند، يعني الباك جراوند تبعت البرزنتيشن لازم تكون نفس الشيء، تمام؟ Ensure that all your slides have the same and similar background image and colors scheme. تمام؟ لما بدي اشتغل بناء على شيء بسموه تمبلت، يعني الشكل واحد بده يكون، الديزاين واحد بده يكون. Prepare slides that use a bold color contrast، بمعنى انت بدك تستخدم الالوان اللي بدك تكتب مثلا باللون الابيض لما يكون الباك جراوند سوداء، بدك تكتب، والعكس طبعا اكيد بدك الكتابه بدها تكون لونها عكس الباك جراوند عشان يكون الاشي اوضح، تمام؟ Avoid using red and green for text. نهائي ممنوع انه انت تستخدم اللون الاحمر او اللون الاخضر في الكتابه التكست. ليش؟ لانهم كثير بيكونوا في صعوبه في القراءه تبعتهم. يعني اول شيء لما بدنا نستخدم الالوان بدنا نفس الباك جراوند في كل برزنتيشن، الالوان بدها تكون في خلينا نقول تضاد بين الباك جراوند واللون تبع التكست، ونهائي ممنوع نستخدم اللون الاحمر او الاخضر في التكست. لما بدي استخدم التكست يا جماعه avoid using too much text، هذا اهم نقطه. يا جماعة البرزنتيشن مش عبارة عن كلام، البرزنتيشن عبارة عن ميكس بين الفيجوال ارتس يعني الصور والحركات، اسهم، دوائر، تشارتس، انفوجرافيكس وكلام. الكلام لازم يكون اقل شيء. اذا اضطرينا انه احنا نحط كلام يا جماعة في البرزنتيشن ممكن نستخدم 6 باي 6 رولز. ايش يعني؟ 6 slides should have no more than 6 bullet points، يعني 6 سطور و 6 كلمات في السطر 6 by 6. في ناس بيستخدموا 5 by 5 يعني 5 سطور 5 كلمات في السطر الواحد، تمام؟ و this is the max، يعني أكثر من 6 ما ينفعش إن أنت تستخدم. كمان لازم we have to create bullet points which clearly summarize the key points، يعني ما بينفع تكون فقرات، أنت لازم تعمل bullet points يعني نقاط. Don't mix up your font and your font size، يعني لازم نفس الفونت في كل السلايدات وفي نفس السلايد يكون نفس الفونت ونفس السايز، تمام؟ Ensure that your text font size is 24 or above، وهذه النقطة كثير 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 مهمة لأنه إذا كان أصغر في صعوبة حتصير في القراءة. Avoid multiple columns of text on a single سلايد، في السلايد الواحدة ما ينفعش نحط أكثر من عمود، تمام؟ Use bold for a clear and simple form to emphasize، لازم يكون الخط bold يا جماعة، ونستخدم الهيدنج يكون upper case، هذا أفضل شيء إنه الهيدنج يكون upper case، يعني type size to help your audience distinguish between the heading and the main text، يعني لازم يكون في مسافة ونوع الخط مختلف بين الهيدنج والتكست نفسه، تمام؟ إذا في الديزاين
استخدام اللون واستخدام التكست أساسي جدا جدا. الخطوة الثانية make the most of graphics and animation. في هذا اليونت رح نحكي عن كل أشكال الجرافيكس اللي احنا ممكن نستخدمها في البرزنتيشن. بقول لك بس أهم نقاط هنحكيها هنا, try not to use clip arts كتير. إيش يعني clip arts يا جماعة؟ لما أنت بدك تيجي تخلي الكلام يتحرك كتير, لما أنت بدك تيجي تعمل صوت للكلام, الكليب آرت برضو إنه يكون في ظل للكلام, كل التفاصيل هذه يا جماعة مش لازم تستخدمها بدرجة كبيرة لأنه بتصير الإشي ممل لو استخدمت بزيادة. تمام؟ choose an appropriate quality for scanning image. الصورة لازم تكون واضحة, حاول إنه أنت تعمل سكانينج للصور أو الصور تكون واضحة, مش تكون صغيرة مش مبينة أو تكون فيها بيكسلز, لما تروح كبرت الصورة فأنت شديتها فصارت إيش الصورة ممطوطة, هذا إشي مش منيح. be aware of the image that you take from the internet. الصورة اللي أنت أخذتها من الإنترنت اللي بتكون في low quality هذا هي المشكلة, بتروح أنت بتعملها enlargement على screen بتبطل مرتبة. make sure graphics are relevant to your text and not just decorative. اي جرافيكس انت بدك تحطها لازم يكون دخلها في الكلام المكتوب مش بس منظر. تمام؟ طيب consider using graphics to replace text. عادة الجرافيكس زي التشارتس زي الاشكال هي بديل للكلام, ما ينفعش تستخدمهم وتستخدم الكلام بنفس الوقت. ensure that the image that you use are simple and clear enough to be easily read. Many images are protected by copyright. إذا بدك تحط صورة بدك تنتهي الكوبيرايت تبعون الصورة هاي. Using animations and transitions. لما نيجي نحكي عن الانيميشن elements في السلايد والترانزيشنز في السلايد كتير كتير مهمين, خاصة في الباوربوينت وانت قاعد بتعرض. شو يعني animating وشو يعني خلينا نقول transition؟ لما احنا بنحكي عن الانيميشن يعني احنا بنحكي عن الحركه, يعني صوره متحركه. تمام؟ animation is very effective at revealing a process or a stage at a time. يعني اذا انت بدك تشرح شيء بيتحرك مع الوقت بيختلف مع الوقت في progress, كثير كويس انه انت تستخدم الانيميشن. يعني الانيميشن كثير كويس انه انت تستخدمه بالنسبه لتعرض progress. be conservative, مش لازم تستخدمه كتير, لازم الانيميشن يخدم الهدف الاساسي هو انه هو يعرض المعلومه. be consistent, يعني نفس الطريقه اللي انت بدك تعرض فيها انيميشن معينه بدك تستخدمها كمان تكون مناسبه للتكست ومناسبه التكست اللي فيها مناسبه للتكست تبعت البرزنتيشن تبعتك كل التفاصيل هذه. تمام؟ الخطوه الثالثه واللي هي كمان كتير مهمه, كيف انت بدك تستخدم الباوربوينت بانك تعمل ستراكشر للبرزنتيشن. تمام؟ في عندك اشي عملت الديزاين خلصته, كل التفاصيل اللي حكيناها في التكست خلصتها, تعمل اشي اسمه outline tab. هلا شو يعني outline tab؟ هلا انت بدك ترتب افكارك وترتب الستراكشر تبعك حسب الايش؟ حسب ترتيب البرزنتيشن. وانا رح اورجيكم الاوتلاين هذا عمليا كيف بيكون موجود. طبعا الاوتلاين بيكون على الجانب هنا, بكون كل سلايد ايش التايتل سلايد تبعها وكيف ترتيبها استخدام الاوتلاين, كمان استخدام النوتس اللي تحت. نورمالي بيكون في عندنا هنا هان نوتس تكتب فيها انت السكريبت تبعك, ايش الكلام اللي انت بدك تقوله. use the slide sorter to view to gain an overview of the visual impact. طبعا لما انت تعمل عرض للشرايح هذه انت بيسمح لك انه انت تشوف شو تاثيرها على الاودينس للشيء اللي انت قاعد بتعمله. تمام؟ اذا انا ثلاث اشياء محتاج استخدمهم. اول شيء بدي استخدم الاوتلاين, الاوتلاين بيكون على الجانب هنا. ثاني شيء بدي استخدم النوت, النوت بكتب فيها الناريتيف اللي انا راح اقوله. ثالث شيء بستخدم السلايد sorter view, وهذا بيقول لي كيف يعني تاثير الفيجوال برزنتيشن على الاودينس. تمام؟ اي برزنتيشن
حاول انه هي ما تكونش اكتر من 10 minutes تمام. وعادة 10 minutes يعني انت بتقول كل سلايد بتكون 2 minutes يعني 5 slides تمام. هذا هو الشكل المثالي. اذا طلب منك presentation 10 minutes يعني بدك تحط ما يقارب من 5 to 6 slides، كل سلايد بتحكي فكرة وبتحكي شغلة انت بدك اياها تمام، غير طبعا المقدمة والخاتمة. يعني 5 سلايدز أساسية، وفي عندنا المقدمة وفي عندنا الخاتمة بكونوا كمان زيادة تمام. preparing to present. هلا لما انا بدي اعمل البرزنتيشن لازم اسال حالي مجموعة من الأسئلة. how large is the room؟ الغرفة اللي انا بدي اعمل فيها البرزنتيشن قديش كبيرة؟ طب الاودينس اللي انا بدي اقدم لهم قديش عددهم؟ طيب ايش هم السبيشال ريكويرمنتس للاودينس تبعوني؟ بيشوفوا منيح؟ بيسمعوا منيح؟ هل في اي مشاكل ممكن تواجهني انا ان هم ما وصلهمش المسج تبعتي او الشيء اللي انا قاعد بحكي فيه؟ شو الاكويبمنت اللي انا محتاجها؟ موجوده في المكان اللي بتعرض فيه؟ في عندي لابتوب، في عندي داتا، في عندي سبيكر للساوند، هل في تردد للصوت في المكان اللي انا بتعرض فيه؟ هل الحجم الغرفه ومكان جلوس الناس هدول قريب قديش للبروجيكتور او ال سي دي اللي انا بتعرض فيه؟ Does my presentation fit into time؟ هل البرزنتيشن اللي انا بدي اعملها مناسبه للوقت او لا؟ قديش طبعا لازم اعمل ريهرسل، لازم اتدرب عشان اعرف البرزنتيشن تبعتي مناسبه او مش مناسبه. طيب presenting with powerpoint، لما انا بدي يعني اعرض بالباوربوينت لازم يعني في الوقت اللي انا بدي احكي فيه بدي اكون على نفس السلايد اللي انا بحكي فيها، يعني بدي يكون في سينكرونايز بين الشيء اللي انا بعرضه وبين المحتوى تبع الباوربوينت برزنتيشن، هذا اهم شيء تمام. لازم كمان الاودينس يكونوا شايفين ومتابعين معايا في الشيء اللي انا بقوله تمام. دايركت يور اودينس اتنشن تو ذا سلايد، بدك تقول لهم ايش السلايد. تريت ايتش سلايد از ا ميني برزنتيشن، كل سلايد هي عباره عن برزنتيشن صغيره. جيف يور اودينس تايم تو ريد حتى الكونتنت تبع السلايد نفسها. دونت ليف يور سكرين سيفر، ما تخليش يروح على الـ يعني دائما لازم تضلوا البرزنتيشن متحركه، ما توقفش البرزنتيشن وانت قاعد بتحكي تمام. يوز ذا بوينتر، بوينتر هذا لازم انت تستخدمه. Don't just read the text on the slide، ما تقرا التكست بس، لازم تعمل summary ولازم يكون في عندك طريقه عشان تشتغل فيها تمام. طيب useful keyboard shortcuts، بتوقع ان انتم عارفينها. F5 معناها اعرض، exit معناها end of the slide، B معناتها black or unblack the screen، اي نمبر فولود باي انتر معناته روح للسلايد رقم 1 2 3. نستخدم الاسهم عشان نطلع لفوق وننزل لتحت، نستخدم السبيس والاسهم، ان والرايت نارو عشان تو ادفانس تو ذا نيكست سلايد عشان امشي على السلايد اللي بعده تمام. طيب في جزئيه كثير مهمه كمان هلا بدنا نحكي فيها، هي الستراكشر ستايل، the structure style of the presentation تمام. اوكي لما يعني عملوا دراسه وشافوا ايش اكثر البرزنتيشنز كانت سكسسفول وكانت ميموربل والناس انبسطوا وهم بيشوفوها، حكوا لقوا انه البرزنتيشن اللي بتحكي ستوري هي اكثر برزنتيشن ناجح، بغض النظر عن الفاكتس والتشارتس اللي موجودة في البرزنتيشن نفسه. كل ما كانت البرزنتيشن بشكل ستوري بسيط بلغة بسيطة تقدر توصل للناس بشكل صح. Using stories to support data is a well-known technique، وهذا التكنيك كتير كتير معروف ويستخدم في الpublic speaking وفي الmotivational talks وفي الcompany sales pitches. هذه استخدام الستوري هو تكنيك كتير كتير مهم. في هذه الجزئية احنا رح نتعلم كيف ممكن نصيغ الستوري في 7 طرق مختلفة، يعني في عنا 7 طرق مختلفة عشان نقدر نصيغ ستوري ونجذب فيها الناس تمام. Planning your presentation structure is like building a Lego. كيف يعني building a Lego؟ Lego بتكون مخربشة، انت لما بتعمل presentation انت بترتبها بتطلع للنتيجة بالاخر اللي هي success، اذا كانت سيارة، اذا كان ديزاين معين احنا بدنا اياه، وهكذا
البرزنتيشن نفسه. Is it easier to separate the correct pieces before you start building, or is it better to search in a big bucket with mixed number for every new piece you need؟ هل اسهل تدور في الخرابيش هذه ولا بعد ما ترتبهم كده تحط اللي زي بعض جنب بعض انه انت تلاقي الاشي اللي انت بدك اياه؟ اكيد هذا انك تطلع من هنا هذا اشي اسهل بكثير من انه انت تدور في الخرابيش هذه. وعشان هيك هو اول اشي بعمل برين ستورمينج وبرتب افكاري، بعدين انا بقدر اوصل للاشي اللي انا بدي اياه. هنا بيقول لك the first step to be a successful to successfully present a structure is to brainstorm your idea and combine them into a rough draft. هذه الرف درافت الموجود عندي. تمام؟ consider the message you want to relay to the audience. اهم شيء اعرف شو المسج اللي انا بدي اوصلها من وراء البرزنتيشن. تمام؟ هنا في عندنا بيقول لك اي برزنتيشن بتتعمل بتوصل مسج واحدة من هدول الأربعة أو مسجين combined مع بعض. To inform أنا عامل البرزنتيشن هذا عشان أدي معلومات. To persuade أنا عامل البرزنتيشن هذا عشان أقنع حدا. To entertain أنا عامل البرزنتيشن هذا عشان أمتع حدا. To inspire أنا عامل البرزنتيشن هذا عشان ألهم حدا بفكرة. أو ممكن تنتين مع بعض. To inform و entertain. To persuade و entertain. To inform و inspire. ايوه اي تنتين مع بعض بيمشي الحال. اذا اي برزنتيشن بده يكون البيربوس منها واحده من هدول الاربعه على الاقل. تمام؟ طيب في عندي سبع طرق عشان اعمل برزنتيشن. اول طريقه يا جماعه فاكت اند ستوري، اسمها طريقه فاكت اند ستوري. طب ايش هذه طريقه فاكت اند ستوري؟ بقول لك البريزنتر مونز between the fact and between the story، يعني بيعمل mix بين the storytellings والفاكت تبعته لحد ما يوصل at the end of the presentation. تمام؟ The type of structure should start off with an initial setting of a present reality. What is؟ أنا بحكي reality. From there an invitation to adventure is presented and the first instant of what could be. تمام؟ will be told as a story to illustrate how to initial fact can be improved. Comparison بين the present facts وال story هذا إشي كتير كتير مهم. The conclusion عادة بتكون highlighting the audience على feelings أو على inspiration أو على شغلة ممكن تصير أو إشي excitement ممكن يصير. تمام؟ هاي الطريقة هذه يا جماعة. بقول لك the beginning paint a picture of the reality of the audience current world. بدك تعرض الواقع، الواقع اللي موجود. أكيد في gap بين ال reality وبين ال story تبعتك. طبعا ال reality هي ال fact وال story هو الإشي اللي أنا بدي أوصله. تمام؟ يعني بتبدأ الموضوع إنه الإشي اللي أنت بدك توصله هو ال adventure. ال adventure اللي أنت بدك توصل لها هاي الجاب. What is what could be. تمام؟ What is what could be. What is what could be. What is هنا بصير turning points وفي عنا إشي جديد وبدي أوصل له وبعمل هنا finish the line of the audience is to cross. هنا الأودينس بدهم يوصلوا لإشي متطور أو إشي مختلف. تمام؟ طيب خلينا احنا نكون واقعيين اكثر ونعمل المثال هذا بطريقه عمليه. على سبيل المثال انطلب منك انه انت تعمل برزنتيشن عن وضع الكورونا في قطاع غزه. تمام؟ انا في عندي في وضع الكورونا في عندي فاكتس. الفاكتس هي انه انا في عندي ليميتد ريسورسز، انا في عندي عدد ناس كبير، انا في عندي امكانيه العدوى كبيره، انا في عندي تفاصيل بتخص خلينا نقول نقص في الاشياء اللي بتحتاجها المستشفيات كثيره. هذا الواقع، هذا اللي انا بدي ابدا فيه.
ببدا في السيتويشن الكرنت سيتويشن اللي هو الفاكت اللي كل الناس عارفينه. طيب هذا الايش؟ وات از وات كود بي. انا بدي احكي عن الادفنتشر او الستوري، يعني في حاله انه بدي اصير اعمل فرضيات هنا. الستوري بده يكون فيها فرضيات، الفرضيات اللي في الستوري بده تكون ايش؟ بده تكون لو في عندنا مثلا خلينا نقول اجهزه اكسجين، كان راح يصير في عندنا نقص في كان لو في عندنا اجهزه اكسجين كفايه، مثلا خلينا نقول 20 جهاز اكسجين، كنا راح نقدر انه احنا ننقذ حياه مثلا 10 اشخاص. لو في عندي انا خلينا نقول هايجين ماتيريالز، انا راح اقدر اوزعها على هالقد ناس. لو في عندي مثلا شو اسمه هذا خلينا نقول ايدي عامله وفلوس عشان اديهم، كان انا راح يكون في عندي عدد دكاتره اكثر، وبالتالي انا راح انقذ عدد معين من الناس. تمام؟ اذا النتيجه ايش اللي ايش النتيجه اللي احنا وصلنا لها؟ تيرنينج بوينت. احنا يا جماعه في غزه محتاجين يكون في عندي اجهزه تنفس هالقد عددها، عشان لازم يكون في عندي هايجين كيت هالقد عددها، لازم يكون في عندي دكاتره هالقد عددهم. تمام؟ هي هذه التيرنينج بوينت. تو كول فور اكشن، انا راح اطلب من الاودينس انهم يساعدوني بتوفير هذا الشيء. تمام؟ هي مثال حي للإشي اللي انا بدي اياه. طبعا هذا المثال احنا راح نمشي فيه في كل البرزنتيشن. طيب اول طريقه فاكت اند ستوري. فاكت في عندي يعني في عندي جزئين في البرزنتيشن، الرياليتي فاكت، وفي عندي الستوري اللي هي لو في عندي كذا كان حقدر اعمل كذا. طيب نيجي للنقطه الثانيه اللي هي اكسبلينيشن، اللي هي انا بشرح شيء معين. The explanation is meant to teach new insights and ability. Is meant to teach new insights and ability. The main purpose is to inform about a process and a plan to either fix a problem or learn something new. بقول لك هذه الطريقه للبرزنتيشن يعني بيكون فيها اكثر من جزء. اول شيء lay on the land، بعدين road map، برسم خريطة الطريق، بعدها first step next step almost there arriving. تمام؟ طيب في هاي الطريقة أنا بدي أشرح لهم على سبيل المثال من يوم ما بدت كورونا لحتى الآن كيف إحنا بنحاول إحنا نتغلب على هذه الأزمة. على سبيل المثال يوم ما بدت كورونا كان في عندي عدد الإصابات هالقد، في عندي نقص، في عندي في عندي في عندي. الخطوة اللي أنا قدرت أعملها هي إن بناء على التواصل اللي تم مع الـ WHO قدرنا إنه إحنا نوفر من الجهات المانحة عدد هالقد من الأجهزة تبعت التنفس، وبناء عليها تم توظيف موظفين جداد للتعامل مع أجهزة التنفس اللي موجودة، وتم من خلالها من برضو من خلال الجهات المعنية مساعدتنا إنه إحنا نجيب كيتس وتم توزيعهم. النتيجة اللي احنا وصلنا لها قدرنا انه احنا نقلل من عدد الوفي، خلينا نقول نقلل من عدد الاصابات من كذا لكذا بناء على الاجراءات اللي تم اتخاذها. تمام؟ here we are right. هذه الاكسبلانيشن، طريقة الاكسبلانيشن. طيب نيجي للبرزنتيشن ستراكشر واي 3 which is the pitch. هنا يا جماعة احنا بنعرض، وهذه البيتشنج هي اكثر شيء تستخدم لما واحد بده يعرض فكره والفكره تبعته بده ياخذ فيها فند او بده يعني يوصل فيها لقصه نجاح. خلينا نقول هي هذه الطريقه اللي يتم استخدامها عشان تقنع حدا في شغله معينه. انت بدك تحل المشكله بطريقه معينه وبدك الشخص هذا يقتنع انه طريقتك هي احسن طريقه لحل المشكله. وعاده هذه زي ما قلنا في النيو ستارت اب از لوكينج فور نيو فاندنج اوبورتونيتيز، بيستخدموا هاي الطريقه، والطريقه هذه صراحه كثير كثير حلوه وكثير كثير مميزه. تمام؟ ومهم كثير ان انتم تعرفوها عشان اذا انتم في النكست ستيب مفكرين ان انتم تعملوا يور اون بزنس، راح يساعدكم
جدا هاي الطريقة. طيب ايش هذه الطريقة بتحكي؟ انت باستخدام هذه الطريقة المفروض انه انت في مشكلة، والمشكلة هذه انت شايف الحل بطريقة معينة، وبدك الشخص هذا يوصل معك لهذا الاشي، تمام؟ بدك تبدأ بشيء بنسميه the wind up. We start with a quick summary of where we are today. بدك تحكي عن المشكلة اللي موجودة الآن، يعني أول حاجة بتعمل presentation عن المشكلة، تمام؟ بتقدم المشكلة وبتركز عليها وإيش المشكلة اللي بتواجهنا وقديش هي صعبة وقديش الموضوع هذا كتير متعب. بعدين بنحكي إيش الفيجن، إحنا إيش يعني شايفين إنه لازم يكون، إيش الحل، إيش الطريقة إن إحنا نحل هذه المشكلة. بعدين نعرض الأوبشنز، إيش الخيارات اللي قدامنا، تمام؟ بعدين نعرض ليش الأوبشن هذا هو the only option، تمام؟ بعدين بنحكي إنه في حالة إنه تم تطبيق هذا الأوبشن، إيش النتيجة الحلوة اللي إحنا رح نوصل لها وفي النهاية وننجح فيها، إيش الشيء اللي رح نحققه في النهاية، تمام؟ We end with added benefit. شو الادد بنفيت اللي بدها تكون بعد ما احنا نختار هذا الحل وننفذه؟ ايش الادد بنفيت؟ وانا بعتبرها هنا السكسس، تمام؟ طيب على سبيل المثال انا بدي اعمل بيتشنج ل خلينا نقول ابلكيشن. الابلكيشن هذا بيساعد المرضى بانهم يبلغوا عن اصابتهم، تمام؟ بدنا نحكي أول إشي بالمشكلة. اليوم إحنا في عنا أعداد كبيرة بتزيد، إصابة كورونا، ناس إحنا عارفين إنهم مصابين، ناس مش عارفين إنهم مصابين. أحسن إشي إنه نكون في لوك داون وكل الناس قاعدين في بيوتها. طيب المشكلة هنا إنه الناس اللي قاعدين في البيت وعندهم إصابات بدهم يبلغوا وزارة الصحة إنه عندهم إصابات. إحنا شايفين إنه أحسن طريقة لتبليغ وزارة الصحة بسهولة إنها تكون باستخدام التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا راح يسهل علينا كثير اشياء. وليش مش التليفون؟ هاي الاوبشنز، نعرض الاوبشنز. ممكن احنا نستخدم التليفون، او ممكن نستخدم خلينا نقول الموبايل، او ممكن نستخدم الابلكيشن. استخدام الابلكيشن احسن، لانه استخدام الابلكيشن بيوفر وقت وبيوفر جهد، بمكننا من انه احنا نعمل قاعده بيانات كامله. النتيجه اللي احنا نوصل لها في حال تم استخدام هذا الابلكيشن، راح نقدر انه احنا نتواصل بشكل سريع ونربط الجهات الطبيه بالمرضى من خلال الابلكيشن اللي ممكن يوفر عناوين المرضى، وبالتالي بسهوله راح يتم الوصول لهم وفحصهم وتقديم اللازم لهم، تمام؟ هي انا اخر شيء بعرض البنفيت، اول شيء عرضت المشكله. طيب واي فور اللي هي الدراما. الدراما يا جماعة أنت بشكل أو بآخر بدك تكون، يعني هي رحلة بطل، تمام؟ فأنت الهيرو في هذه الحالة، وأنت اللي المفروض أنه أنت تعمل الجيرني هذه. في مين كاركتر هو اللي بيعمل الجيرني، وعادة بيكون أنت، تمام؟ طيب الدراما لإيش كويس أنه أنت تستخدمها؟ يعني إيش هو استخدامها عادة؟ يعني عادة الدراما بتخليك تربط المشاعر تبعون الناس اللي قاعدين بيسمعوا بدرجة كتير كبيرة، وبتأثر على مشاعرهم بدرجة كتير كبيرة، وممكن تعملهم inspiration. يعني ممكن يكون الإشي اللي انت بتقوله ملهم لإلهم. إذا انت بدك تحدث تغيير بسلوكيات الأفراد، it's good to use the drama، تمام؟ طيب شو الدراما هذه؟ تمام، في هذا الإشي انت بدك تحاول تستقطب مشاعر الناس قدر الامكان، وتستقطب مشاعر الناس بانه توضح التشالنج فعليا وين. طبعا اكيد بدك تبدا ب the life which is not perfect. بدك تبدا بالارض الواقع، بدك تحكي الاشياء اللي موجوده الايجابيه والسلبيه بنفس الوقت، تمام؟ وبعدين بدك تحكي عن البروبلم اللي بتواجهك فعليا في الموضوع اللي انت بتحكي فيه، وبتحكي عن التشالنجز وكيف صعب انه انت توصل لحل، وقديش انت عانيت، وبتحكي عن المعاناه اللي انت قدرتها عشان توصل انت للحل اللي انت بدك اياه عشان توصل للهابينس. واكيد في التشالنجز هذه بتحكي قديش انت وصلت لمشاكل اللي واجهتك، شو خسرت،
شو الكرايسيس كانت عندك، فقدت مثلا بسبب هذا المرض انت فقدت مثلا لا سمح الله ابوك او اخوك او حدا، ومعاناتك لما انت مرضت قديش انت عانيت انك بعدت عن اهلك، بتحكي عن كل المعاناه الموجوده، بعدين كيف انت وقفت على رجلك، كيف انت تغلبت على هذه المشاكل، كيف انت وصلت للطريق الصح، وايش الدرس المستفاد من الرحله تبعتك. وهيك انت بتكون عرضت البرزنتيشن تبعتك بطريقه كويسه وتقطبت مشاعر الناس. فهي الطريقه انت بتحكي عن المشاكل وعن الاشياء اللي فقدتها وعن اصعب شيء انت ممكن تكون مريت فيه، بعدين كيف انت تغلبت عليه وطلعت لبر. تمام. طيب الواي نمبر 5 اللي هي سيتويشن اند كومبليكيشن ريزولوشن. طبعا هاي الطريقه فيها تفاصيل كثير. يعني اهم شيء احنا بدنا نحكيه انه في سيتويشن وفي مشكله وفي تشالنجز. تمام. في عندي سيتويشن معين وفي كومبليكيشنز وانا محتاج احل الموضوع هذا، وعشان احله انا محتاج اتغلب على التشالنجز هذه من خلال الريزولوشن. شيء كثير بسيط وسهل. سيتويشن كومبليكيشن ريزولوشن. تمام. بعرض انا السيتويشن هو الفاكت اللي موجوده، بعرض شو هي التشالنجز اللي موجوده عندي، كيف انا الاشياء هذه كيف ممكن انا كل البروبلمز وكل الاشياء السلبيه وكل الاشياء اللي بتدي تنشن على الستوري، بعدين بقول ايش الحل المفروض يكون. تمام. الطريقة السادسة situation opportunity resolution. في هذه الطريقة أنا ما بعرض الأشياء السيئة أو الـ problems، لا أنا بعرض الـ opportunity، بعرض الفرص اللي موجودة عندي. كثير بتشبه الطريقة هذيك، بس هذه الطريقة خلينا نقول أكثر تفاؤلا في العرض. هناك أنت بتعرض وبتركز على المشكلة، هنا بتعرض وبتركز على الفرصة اللي بدها تخليك توصل للحل. تمام. آخر طريقة hook meet payoff. الطريقة هذه مميزة صراحة لأنه بتعتمد على الانتر اكشن اللي بيصير مع الشخص. انت رح تخلي الاودينس في سيتويشن انه هو المشكلة سايرة معه، هو قاعد في مكانه بس يسأل تساؤلات، ايش التساؤلات اللي موجودة عنده، وتركز على الأسئلة الجدلية، وبعد هيك رح يعني تعرض الحوافز او الاشياء اللي خليه تعمل له انجيجمنت وتخليه انه هو يفهم شو هي الحلول اللي موجوده، وبعدين بناء عليه بدك تقول له يعمل اكشن عشان يوصل لحل من الحلول هاي. تمام. هيك احنا بنكون وصلنا ل سبع، كيف يعني نعرض الستوري تبعتنا بسبع طرق. في طرق سهله وفي طرق صعبه. مطلوب من كل حدا فيكم ان هو يركز على الطريقه اللي هو فهمها صح، ويحاول ان هو يطور ستوري في عقله عن هاي الطريقه. راح يكون في عندنا اساينمنت انه انت، انا عارفه انه في ضيق في الوقت، بس الفكره الاساسيه انه انت بدك تعرف كيف بدك تسرد قصه باستخدام طريقه من الطرق هذه. تمام. طيب هيك احنا بنكون خلصنا ثاني جزء من هذا اليونت، ضلنا جزء واحد، ويعطيكم العافيه.